وعقب ما جرى اليوم وسط العاصمة من مواجهة بين قوات الأمن والمتجمعين في شارع الحبيب بورقيبة، ندد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بشدة بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، مبدين استغرابه لامتداد أعمال القمع إلى شارع محمد الخامس وشوارع محاذية أخرى لم يشملها قرار تحجير التظاهر، مطالبا بمراجعة قرار غلق شارع الحبيب بورقيبة أمام المسيرات والمظاهرات وتحديد مدة هذا القرار وفتح حوار فوري مع مكونات المجتمع المدني لتفادي كل أشكال العنف.